السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فانوس رمضان بأبسط الحاجات الممكنة. هنعمله بقص ولزق أو ورق أبيض عادي أو ورق مطبوع عليه نقشات رمضان أو حتي ورق ملون. وهنحتاج ورق زبدة وشريط أو خيط تريكو بس كده. يلا نبدأ الفيديو، بس قبل ما أبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احنا عندنا دي عرضها 30 سنتي في هنسيب سنتي من هنا، مش هنحسبه خالص، وبعد كده نقسم بقيته لأربع حتت. هنخلي كل حتة من دول 4 و2.5 بس كده. انا دلوقتي اهو قسمتها لأربع اجزاء وسبت هنا سنتي فاضي، مش عشان بس دي بايظه الحته دي بايظه مثلا كان ملزوق عليها حاجه، لا علشان بعد كده دول هبقى ألزقها من هنا علشان اخلي الفانوس مجسم. دلوقتي هعمل مثلثات من فوق، بعد كده اقص الحتت الزياده. ماشي، هنا عندنا الطول 18 سنتي، هسيب منه يعني هاجي لغاية السنتي هنا رقم 6 وعامل خط كده، بعد كده هعمل كده. كده ان هو مظبوط، بس اهو. بعد كده بقى ابدأ اعمل مثلثات بتاعتي. هنا ده النص كده تقريبا، انزل منه بخط كده مستقيم كده، اعمل بعد كده زي المثلثات دي كده في كل دور. كده عملت كل المثلثات، الحتت بقى دي هقصها. ايه بس كده بالمنظر ده، وهعمل الباقيين كلهم زيها اهو كده. وده الشكل اللي بقى عامل كده. سبت الحته دي ما قصيتهاش برده علشان لما ابقى اجي اثنيها. دلوقتي هفرغ حتت في النص علشان احط فيها ورق الزبده، علشان هي دي الحته اللي هيطلع منها النور. ده ورق الزبده، الواحده عرضها 5.5 وطولها وطولها 10.2 مللي. ودلوقتي هجيب دي كده من الظهر عشان هشخبط كده شوية شخابيط، واحط دول كده. بعد كده ابدأ بقى اخد مقاسات، مش هعملها بالظبط كده على مقاسها علشان لما نلزقها بالشمع اوصلها في الحتة اللي انا عايزاها كده. بعد كده اعمل خط كده بعديها بشوية كده، بعد كده اروح منزليها سنة كده، واروح عاملة خط كده. وياخدوا المقاسات دي، اللي فوق ده كان الطول وده كان العرض، هاخد نفس المقاسات دي من هنا كده. بس واسطر
بس، وهعمل كده في الباقي اهو. بعد كده هعملها بالقطر. دلوقتي انا قصيتهم كلهم وهبدأ ازق ورق الزبدة. اهو اهو كده هعمل الباقي كده بقى شكلها. دلوقتي هتنيهم على الخطوط دي. اهو كده دلوقتي اتني الحتة دي زيادة، السنتي زيادة. علشان هلزقه اهو كده من جوه مش من بره عشان يبقى كده. بعد كده هجيب الخرامة وأخرم حتة من فوق. كده خرمتها. بعد كده دلوقتي هربطها بخيط التريكو. واحدة من جوه وواحدة من بره. كده دخلت من كل خرف. شدها كده ثانية، دخلتها من كل خرف كده هشدها كده. هسيب حتة شوية عشان بعد كده هربطها في يونكة. طب كده شدها كويس، حطها قبل الربطة. بعد كده هعملها فيونكة. حاولوا تعملوها فيونكة، معرفتوش خلاص مش مهم، بس يفضل ان هي تبقى فيونكة. كده بعد كده هجيب شمعة. انا جبت الشمعة دي، مش لازم شمعة عيد ميلاد، اي شمعة عندكم والزقوها في اي غطاء قديم. بس كده هولعها دلوقتي. دلوقتي هحط الفانوس، بس خلي بالكم وانتوا بتحطوا الفانوس علشان ما يتحرقش. انتوا شايفين كده شكلها حلوة قوي،
وبقلت تكاليف اتعملت.